بدعم وتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية، تم تدشين مشروع توزيع الحقيبة الشتوية للأسر النازحة والمتضررة في محافظة مأرب. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. دشنا وكيل محافظة مأرب دكتور عبد الرب مفتاح ومعه مدير مكتب مركز الملك سلمان عبد الرحمن الصيعري مشروع توزيع الحقيبة الشتوية للنازحين والأسر المتضررة والتي تستهدف 12,000 أسرة. وكيل المحافظة أشاد بتدخلات الإنسانية لمركز الملك سلمان في مختلف الجوانب. الأخ وكيل محافظة البيضاء الأخ عبد الرحمن الصيعري مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب، الأخوة شبكة النماء، الأخوة مدراء عموم المحافظات، نيابة عن الأخ محافظ المحافظة اللواء سلطان بن علي العرادة، ندشن اليوم مع أخوتنا وأشقائنا في المملكة العربية السعودية الذي يتم تقديم المساعدة للنازحين في شتى المجالات، وها هو دخل فصل الشتاء وهم اليوم يقدموا 12,000 حقيبة شتوية ل 12,000 أسرة يمنية من الذين نزحوا إلى هذه المحافظة. نشكر أخوتنا وأشقائنا وعلى رأسهم الملك المملكة العربية السعودية وولي عهده والشعب السعودي، ونخص أيضا بالذكر الشكر لمركز الملك سلمان للإغاثة الإنساني، ونشكر أخوتنا وعلى رأسهم الأستاذ عبد الرحمن الصيعري الذي يتواجد باستمرار لتخفيف المعاناة على النازحين في المحافظة. مدير مكتب مركز الملك سلمان عبد الرحمن الصيعري أشار إلى أن الحقيبة الشتوية تأتي ضمن الحملة الإنسانية لمساعدة الشعب اليمني. مشروع كسوة الشتاء يهدف إلى تقديم الدعم العيني للأسر المتضررة والنازحة من المستلزمات الشتوية والملابس الشتوية بكافة أنواعها ولجميع الفئات العمرية بما في ذلك البطانيات والمستلزمات الشتوية الأخرى بأكثر من 12,000 حقيبة شتوية. يأتي هذا المشروع امتدادا لمشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للوقوف مع الشعب اليمني في معاناته. عبد الوهاب نصر مدير شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية الشريك المنفذ لمشروع مركز الملك سلمان أوضح أهمية ودور هذا المشروع الإنساني. بدورنا نحن في شبكة النماء اليمنية الشريك المنفذ نتقدم بشكرنا وجزيل امتناننا لهذا المركز، كما نتقدم لرائد العمل الإنساني رائد الإنسانية في العالم الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان بجزيل شكرنا وامتناننا لدورهم الفاعل في تخفيف معاناة الشعب اليمني. المشاريع الإنسانية لمركز الملك سلمان تمثل أهم السمات الإنسانية تجاه الشعب اليمني في هذه الظروف الإنسانية. لقناة عدل الفضائية محمد القداسي محافظة مأرب.